الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. يطلع منك خالب ومشعل. عند وجهك يا فيروز، كل هذا عشان مصلحة الكويت طال عمرك. الكويت أولا، بس تهجى يا أبو نبيل، خلاص الديرة ما راح يصير فيها تأذي. أرقد وامن يا أبو مشعل، منى قدها وقدود، فديتها الخدود. هلا خالتي يا مرشة، هلا تو ما نورت الديرة والله. يا بنت مرشة سمعي هالقصيدة اللي كتبتها مخصوصا عشانك، يا عيون حمده انتي. يا جماعة الخير ترى حمده امي. يا مرشة يا مرشة، ليه شفتش ما ارمش ولا رمشة، واللي يوقف عند التلفزيون اكمشة، وكل بنت غيرك تصير بعيني وحشة ومدح نفسه يبي له رفشة. وسلامتكم. الله الله، صحي لسانك. ابتدي مريني يا البيت يا مرشة، ابتش والله لطير عشانك الكرشة، نضحك ونتمشى ونتعشى وناكل في نفس القفشة ونضغط مش على الجحشة. أحبش مرشة مرشة، أعطيني بو ششة. أنا أحبكم بالزيف بعد، أموت فيكم. إحنا أكثر يا بعد طوايف هلي. الشباب عندهم غضاف والله، حتى إحنا ولانين برشة يا مني. إيش هالغيبي من زمان عنك باباتي؟ تدري بعد لازم نتغلى شوي، بس طمنوني شخباركم، شخبار الكويت؟ والله الأوضاع ما تبشر بالخير يا مرشة. أفا ليش؟ ترى احنا بنشوفها حاضرين نعين ونعاون. لا تحاتين لا تحاتين، الحل استنوا عالوا بشار الشر. منى مرشة اول ما وصلت بنت الحلال راحت مع الجماعة عشان تبدي عمليات الاصلاح وتحل مشاكل الديرة. شفتي وشلون؟ شفتي وشلون الشعب يحبش يا بنت مرشة؟ وانا احبهم بعد، بس ليش صوري ترس الشارع؟ هذه الخطة سويناها مع وزارة الداخلية يا خالتي يا مرشة. وزارة الداخلية؟ اي نسبة الحوادث كمالها وتزيد بالكويت. قلنا لهم يباي اخذوا كاميراتكم ونقعوها وشربوا مايها. والله عندنا حل اسهل واسرع. شلون؟ شوفي السيارات كلها قاعد تمشي حسب السرعة القانونية عشان تلحق تشوف صورك في ديدج. أول مرة يمر يوم على الكويت ما في حوادث. هذا كله من بركاتك يا بنت مرشة، الله يجزاك خير. اي والله خالتي ما قصرتي. حاضرين حاضرين ولو، بس الحين وين رايحين إن شاء الله؟ الحين بنسوي إصلاحات على قطاع التعليم. هلا هلا فيهم عادي يا مني، ترى يستاهلون. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاورما.